محمد صلاح جول ام لا؟ صلاح هالثاني قلت تصويبه متابعة في المرمى يا الله ضربة نولة ومدفع نول لإعادة الهيبة كرة مرة أخرى هولندا بالمرتدة يهرب روبن السرعة السريع القطار روبن يهرب روبن يهرب روبن يهرب روبن يرجع كاسياس طاح روبن خمسة روبن خمسة روبن خمسة خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس حاضر محمد غائب إبليس الله اللي هو يحاول التقدم التركيز الكلي يتقدم يمشي ليو جول العب يا السيد العارفين هو نجم الارجنتين هذا هو حبيب الملايين ميسي في الجهة اليمنى فالنسيا تقدم فالنسيا يبحث عن العرضية كرة عرضية فبيرسي يا رب مستحيل الطاحون الهولندي تصير يبتمو يا رب مرة أخرى خطيرة جدا الآن إبرا إبراهيموفيتش يحاول يسهل المباراة على أليجري والميلان وهدف جميل نتابع اللقطة باستيان شفاينشتايجر شفاينشتايجر وصا أوكول بنزيما عرضها يا سلام كريستيانو يضرب يا ربان استفزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع الكوماندور القائد السلاح على الانتر بأي طريقة هنا المرور هنا نرد يا العريب الله يا رب هدف على الكرة الثابتة نظرات للمرمى المحاولة الآن فيها التصويبة القوية الله بكل الوضعيات بكل حافظ عليها انطلق فيها مر فيها مررها الى ميسي الى ريكيلمي توغل يا الله يا رباه تكمل